لهادشي راه تعينا باش نديرو لا ريابيليتاسيون تاع الطريق هادي. علاش؟ لانه المواطنين كيجيو يستاسيونو كومبليتمون في الطريق وما يخليوش حتى الناس المره اللي راح يطلعوا الزوار الاخرين ولا ميم لانترفونسيون تاع الدرك ولا تاع الحمايه المدنيه ولا لانترفونسيون تاعنا ما يخلوناش نديروها كما يجب. لهادشي رجعينا باش نديرو لا ريابيليتاسيون تاع المنطقه هذه نظرا للكثافه تاع لو ترافيك اللي يطلع لها، وكذلك نزيدوا لها الكليراج يعني الاناره العموميه لانه باش تسمح لهم، لانه ميم في الصيف كاين الناس اللي راهم يطلعوا المنطقه هذه نظرا للعلو تاعها، حيث انه الارتفاع تاعها كاين مرتفعات حتى 1700 متر فوق مستوى البحر. هما يزوا عليك لا ميغا كما دابين نجيو تاع دولنا كنا ديرو لو كادر ديال بروجي نهار كيعطيني بلا لا شيدور تاع لو بروجي نقدروا نزيدوا نكملوا لهم شويه. دونك سي ان بروجي كي تري انتريسون بور لا بوبيلاسيون، توت لا بوبيلاسيون البلديه تاع سليك والولايه تاع سليك، كذلك ميم الولايات المجاوره دافنا كامسيلا الشتاء اللي فات سي دوالي لي بيس لهنا من ورقله من وادي سوق كسرى سي دي بيس كومبلي مقاري لهنا على الصباح يطلع حتى الفوق. دونك سي ان بروجي كي تري انتريسون.